Hello my dear pupils of third MS level. اهلا وسهلا اعزائي التلاميذ مستوى السنه الثالثه متوسط. كما شفتوا في العنوان رايحين اليوم ان شاء الله مع بعض رايحين نحلوا وضعيه ورايحين نحلوا التاسك page 75 وين رايحين نحلوا هذا التاسك هو نمو الحل تاع تاسك 4. حين كتبوا now I can write my interview questions. وش راح نديرو؟ راح نديرو interview with grandma or grandpa. يعني تصوروا صديقون الأستاذ تاعكم مش يطلب منكم. ممكن أنه يقولكم صوروا فيديو مع grandma ولا grandpa. ولا يقولكم أنه تكتبوا dialogue. هذاك الديالوج ولا الانترفيو يكون يعني بينك وبين صديقك. يعني ممكن أنكم تمثلوا الوضعية تاع grandpa ولا grandma والجراني اللي هو الحفيد. سو انا كنت وجدت لكم وضعيه انترفيو مع جراند فادر وجراند ماذر. يعني جراني اللي هو الحفيد ولا الحفيده تقوم بانترفيو مع الجد تاعها والجده تاعها. وانتوما من بعد واش راح نديروا؟ راح تختاروا يا مع الجد يا مع الجده. الو وي ستارت اور فيديو. اتس فيري ايزي. يعني هو الاسئله تاعنا سهله جدا. واصلا الاسئله تاعنا مدوها لنا يعني مدونا كيز ولا مدونا يعني مفاتيح باش هكا تجينا سهله. اولا الانترفيو كارد كيفاش لازم يكون، البطاقه تاعنا كيفاش لازم تكون. اول سؤال نسالوه انترفيو كويستشن نمبر 1 يكون على ديت اند بليس اوف بيرث، يعني على تاريخ ومكان الميلاد. انترفيو كويستشن نمبر 2 سؤال ثاني اللي تسالوه الجد والجده تايب اوف دويلين ديسكريبشن اوف ليفن بليس، يعني تسالوهم على البلاصه اللي كانوا يسكنوا فيها يوصفوها لكم، يعني المنزل تاعهم في المزرعه ولا في تاون ولا اتسيترا. ديلي روتين يعني روتين تاعهم اليومي كيفاش كان، يعني واش كانوا يديروا في روتينهم اليومي. انترفيو كويستشنز وفود تيبيكال ديشز يعني واش كانوا ياكلوا يعني اهم الوجبات والاطباق الرئيسيه اللي كانوا ياكلوها. انترفيو كويستشنز تيبل مانرز اللي هما يعني العادات، اسكو كانوا ياكلوا بالطريقه اللي رانا ناكلوا فيها دركا فوق الطابل اتسيترا اتسيترا وذ فوك يعني بالشوكه اتسيترا، ولا كانوا ياكلوا بطريقه واحده اخرى. كلوذين اللي هو يعني اللباس تاعهم كيفاش كان افري داي، واش يلبسوا فيه كل يوم واش يلبسوا في سبيشال اوكيجنز اللي هما المناسبات الخاصه. سكول يونيفورم يعني اللباس الخاص تاعهم تاع المدرسه. تشايلدهود جيمز يعني نسقسوهم على واش كانوا يلعبوا بالنسبه للبنات ولا للاولاد. تشايلدهود ميموريز ديسكريبشن اوف ان انفورجيتابل ايفنت، يعني نسقسوهم على اكثر حاجه يتذكروها وحاجه اللي ما ينساوهاش جامي ينساوها. So we start our video ولا start our interview، يعني نبداو المقابله تاعنا. المقابله تاعنا كيفاش نبداوها؟ مي ولا جراني، يعني نكتبوا الحفيده ولا مي كيما تحب. من بعد تقول I'm going to interview you for my school project، يعني اني ندير معك مقابله على المشروع تاعي تاع المدرسه. grandma ولا grandpa، يعني تختار واحد منهم ولا الاثنين كيما تحب. This video will be posted on the web on Grandparents Day. يعني رايح هاد لا فيديو رايحين نحطوه في الانترنت في اليوم تاع اليوم العالمي للجد والجدة. So let's start. يعني خلينا نبدا. So احنا ثاني let's start. So we start our interview. Granny اللي هي الحفيدة. I'm going to interview you for my school subject, Grandma. This is will be posted on the web on Grandparents Day. So let's start. Where were you born? نرى تسقسي فيها في المكان اللي زادت فيه. Where were you born? Grandma يعني الجواب تاع الجدة. I was born in Blida. Granny اللي هي مي. When were you born؟ يعني هنا where المكان وهنا when الدات date. Grandma I was born in 1945. Granny, where did you used to live? يعني أين كنت تعيشين؟ Grandma, we used to live in a small house in the farm. كنت نعيش في منزل صغير. Sorry, كنت نعيش في منزل صغير في المزرعة. Granny, what did you used to do in your daily life? يعني في daily routine. وش كنت تديرو في ولا وش كنت تديري في الروتين تاعك اليومي؟ Grandma. We used to fetch water يعني كنا نروح نجيبو الماء. Milk cows يعني نحلبو الأبقار. Feed animals نأكلو الحيوانات.
كوك عم بريبير كسرة، كنا نطيبو ون نحضرو الكسرة. Granny, what and how, what and how did you use to eat a table manners؟ يعني كيفاش كنتو، what واش كنتو تاكلو، يعني أنواع الأطباق اللي كنتو تاكلوها، typical dishes، and how يعني table manners الطريقة اللي كنتو تاكلو بها. Grandma, we used to eat healthy food made with fresh vegetables. كنا ناكلو يعني أكل صحي محضرينه بالخضر يعني طازجة. الخضر هذيك دائما كانوا يجيبوها من الجاردن تاعهم، يعني ما يحتاجوش انهم يروحوا يشروا خضر من برا باسكو عندهم غير في الفارم تاعهم في المزرعه ولا في الجاردن. سو they used to eat كسكس، كسره، شخشوخه، يعني هذو الاكلات التقليديه هما اللي كانوا يعني الاطباق الاساسيه تاعهم. we used to eat together around one table، كنا ناكلو مع بعض في مائده واحده. on the floor يعني كنا ناكلو في الارض. Mom used to serve my father first. الأم تاعنا كان دائما يعني تحط الأكل للأب تاعنا هو الأول، يعني تمدلو يأكل هو الأول. راني يعني الحفيدة ولا أنت ولا يعني الحفيد. What did you used to wear in your everyday life؟ وش كنتوا تلبسوا في يعني اليوميات تاعكم، يعني في كل يوم. في Grandma, we used to wear long dresses. كنا نلبسو دي روب طوال، يعني عباءات طوال ولا فساتين طويلة. Clogs, blouses inside home. However, الحايك outside. كنا نلبسو هذو الأشياء يعني في clogs كنا درناه من قبل، هو عبارة عن سابو كما اللي احنا نسميوه سابو. Blouses اللي هما يعني لي شوميز inside home، هذو نلبسوهم في داخل المنزل. however الحايك كيما الحايك نلبسوه outside كيما احنا دوك عندنا الحجاب وما عندهم الحايك. granny, what about in special occasions؟ يعني ماذا عن المناسبات الخاصة في الأعراس etc. weddings etc. grandma, we used to wear traditional clothes like القفطان and الكراكو because this is traditional. هذو الألبسة كانوا يعني traditional ما همش متطورين كيما درك، بصح يعني حاجه تقليديه لو من بكري كاينين هادو from the past. لو كانوا يلبسوا القفطان والكراكو. granny, did you used to go to school؟ اسكو كنتوا تروحوا للمدرسه؟ grandma, no we didn't, we used to study in Quranic schools. لا ما كناش نروحوا المدرسه يعني مدرسه رسميه، كنا نروحوا للمسجد اللي احنا نسميوه المسجد ولا المسجد، هو Quranic schools يعني مدارس قرآنية ولا مدارس لتعليم القرآن. granny, grandma, what did you used to play؟ جدتي وش كنتوا تلعبوا؟ grandma, granny, we used to play traditional games like يعني كنا نلبسو كنا نلعبو ألعاب تقليدية كما rag dolls هما لي بوبي skip and rope لي لعبة الحبل etc. granny, what about your best childhood memories؟ ماذا عن أفضل ذكرى عندك ولا your favorite يعني unforgettable event يعني الحدث اللي ما تنسياش. grandma, well I remember the time when I met my cousins, we spent a wonderful time. يعني دائما نتذكر الأيام اللي كنت نتلقى فيهم بأبناء عمي وأبناء خالي وأبناء خالتي، يعني هذو كاملوا اسمهم cousins. هذوك قالت لها أنه هذوك أيام لا تنسى. grandma, and we together and we had much fun. يعني كنا نستمتع بزاف. this is my best memory. هذه احسن ذكرى عندي. granny, grandpa. الان granny يعني انت راك تسال في الجد تاعك. grandpa, now it's your turn. يعني الان دورك. would you please tell me about the time when you were child. يعني اسكو تقدر تقول لي على الوقت اللي كنت فيه طفل، تحكي لي على الوقت اللي كنت فيه طفل. where and when were you born؟ يعني وين اين ومتى ولدت. grandpa, I was born in Blida too. يعني انا كذلك زدت في البليدة. in 1939 في 1939 during the French colonialism يعني اثناء الثورة التحريرية ولا اثناء الاستعمار الفرنسي. Granny اللي هي الحفيدة. How did you used to live؟ يعني كيفاش كنتوا تعيشوا؟
where things different from now? أسكو الأشياء تبدلت على الآن؟ Grandpa, yes, in the old days life was difficult. يعني في الأيام القديمة الحياة كانت صعبة. But simple, ولكن بسيطة. We worked hard, كنا نخدمو بجد. But we were strong, صح كنا, ولكن كنا أقوياء. Because we ate healthy food, لأنه كنا نأكلو أكل صحي. From our gardens, يعني كنا نأكلو من الحديقة ولا من المزرعة تاعنا. We didn't buy many things from the market, يعني ما نشروش ما نحتاجوش أنه لأنه الخضر والفواكه كلها من المزرعة تاعنا. ألوغ ما نحتاجوش أنه نشرو حوايج بزاف من السوق. Granny, thanks a bunch my grandma and grandpa, you really helped me. يعني thanks شكرتهم بزاف, قلت لهم نتوما حقا عاونتوني. Grandparents, you are welcome granny, we were pleased to help you. احنا يا رنا سعداء انو عاونك. هذا هو كان الفيديو تاعنا وكان الانترفيو تاعنا. يعني حاولت انو انا حاولت انو نجمع بين انترفيو ما بين الجراند با وحده والجراند ما وحدها. وعلى باسكو كاين اللي يحب يقول ندير انايا انترفيو مع الجراند با مع جدي, وكاين اللي يحب يدير انترفيو مع الجراند ما اللي هي جدتي. الو حاولت انو نجمعهم لكم في زوج في فيديو واحد, وهكا تختاروا واش تحبوا. نتمنى ان شاء الله انكم استفدتوا من الفيديو هذا. و if you have any question, اذا عندكم اي سؤال, عندكم اي شيء يعني استفسار حابين تستفسروه, واذا فور اكزامبل حابين تقترحوا عليا مواضيع انو نديرهم لكم, خلوهم لي كامل في الكومنتس راح نقراهم ان شاء الله. هذا هو كان الفيديو تاعنا تاع اليوم. See you in the coming video. Goodbye, my dear pupils.